والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، لأنهم راسخون ولهم عارفين كيف يثبت العلم. هل يثبت العلم بالنقل فقط؟ هل يثبت العلم بالعقل فقط؟ هل يثبت العلم بالحس فقط؟ هل يثبت العلم بالتجريب فقط؟ أبدا، ده العلم واسع، وهو في مجالات مختلفة وأنواع مختلفة يثبت بكل ذلك، بالعقل وبالنقل وبالحس وبالتجريب وهكذا. فعلوم اللغة ثبتت بالنقل، وعلوم الشرع منها نقل وعقل، وعلوم الكون منها حس وتجريب وهكذا. إذن الراسخون في العلم، وليس الذي يأخذ الكلام على عواهنه، يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. متى يكون الإنسان من أولي الألباب؟ ذلك القلب المعلق بالله. واسمع كلام أولئك الذين هم من ذوي الألباب مع ربهم، وعندما تسمع كلامهم مع ربهم تعرف حالهم وتعرف من هم. ربنا، ربنا الله، ده اعترف بالإله، ده آمن به، ده تعلق قلبه به، دعاه وطلب منه ما ليس في يد أحد سواه سبحانه وتعالى. الله ده يبقى عارف الحقيقة، عارف الخالقية وعارف المخلوقية، أدي أصحاب الألباب. ربنا، أول ما يقول ربنا الله ده كشف عن نفسه كده بأنه من طائفة المؤمنين وبأنه من طائفة المطمئنين لا المرتابين والمحتارين. ما هو في ناس محتار، وفي ربنا ولا ما فيش ربنا، وإذا كان في ربنا ليه دعوة بينا ولا ملوش دعوة بينا، ويقعد يفكر كده، قال في حرية فكر، وهو مسكين تعبان غير مطمئن حيران، وفي حاجات لم يجب عنها إلا الدين وإلا الوحي وإلا أنبياء الله. ربنا، امسك كده في ربنا دي وقعد تلذذ بها كده. ربنا، مش رب هو بس، ما قالش ربي، قال ربنا، يبقى عارف الحقيقة انه ما فيش حد إله فينا. ما حدش إله مننا. لا تزغ قلوبنا، هي القلوب بتزيغ، أي ما هو، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فيا رب ما تعملنا زي الجهلة دول. يبقى إذن لا تزغ قلوبنا، ده شخص بيحب الحق، بيحب الحقيقة، بيحب العلم. لا تزغ قلوبنا، بيحب الهداية، بيحب الشفافية والوضوح، بس الشخص ده مش كذاب. يبقى أولو الألباب ما همش كذابين، والشخص ده ما بيغروش على نفسه. غروش على نفسه دي كلمة مصرية، يغبش على نفسه كده، يقعد يضحك على روح، يخادع روح. أدي الأساس بتاع العقل السليم والتفكير السليم. يلا نشوف إيه اللي حصل بالضبط في الكون، في اللي حوالينا، في النفس، في التاريخ، من غير كذب، من غير لخبطة. لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. الاعتراف بنعمة الله ده فضيلة كبيرة، وكتير من الناس تحرمه، وتلاقي الواحد لما يحرم الاعتراف بنعمة الله يدخل في إطار المرض النفسي.
ما هو شايف كل حاجة سود، وان ربنا ما اكرموش بحاجة. الله، ده ربنا اكرمك بنعمة، نعمة العينين، وخلي بالك ان في واحد كفيف معان، وربنا اكرمك بنعمة السعي والحركة، وخلي واحد ان في واحد مشلول معان، ربنا بيكرمه وبيديله اجر. ما هو من فقد حبيبتيه يعني عينيه ادخله الله بها الجنة، فصبر ادخله الله بها الجنة، على صبره على فقده، لانه محتاج للناس بقى في كل وقت الضرير، فربنا يكرمه. طب ودام ليه؟ عشان تحمدوا كلكم يا اصحاب العيون، وعلشان تحمدوا كلكم يا اصحاب الغنى او الصحه او الجاه او العلم او كذا. في نعم، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. بعد اذ هديتنا، ده بيعترف بالنعمه، واللي بيعترف بالنعمه يبقى شاكر كده ومطمئن ومبسوط وسعيد، واللي ما يعترفش بالنعمه على نفسها جنت براقش. انت حر، يا ما تعترفش بالنعمه، هي نعمه موجوده وكل حاجه، وانت اللي رافض انك تسعد وانك تطمئن. وهب لنا من لدنك رحمه زياده، لهم الحسنى وزياده. بيقول لك الزياده هي النظر الى وجهه الكريم، ورد في الحديث كده، والزياده النظر الى وجهه الكريم. فاللهم زدنا ولا تنقصنا، واعطنا ولا تمنعنا ولا تحرمنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهاب يعني كثير الوهب والعطاء، مش بيدي مرة واحدة، ده بيديك على طول للنهار وقعد يديك، لأنه استمرار خلقك متجدد. يعني أنت دلوقتي كمان لحظة أنت بقيت واحد جديد، خلق جديد، ده ربنا خلقك لسه هو. واللي كان قبل كده ما خلاص صورة وفنت، وانت بقيت متجدد الخلق عند الله، كل يوم هو في شأن. يا يعني وجودي ده ممكن يروح؟ قال له ممكن، لكن شوف من نعمة ربنا انه ما بيروحش. فحكاية انه ده ممكن يروح، ده بتدي قدرة لا نهائية لله، وانه ما بيروحش بتدي نعمة لا نهائية من الله. فدي قدرة لا نهائية ودي نعمة لا نهائية. فيجي واحد يقول لك ليه بس بتقولوا الكلام ده؟ يعني ده ما شفناش واحد اختفى. طب ما دي من نعمة ربنا، احنا مش عايزين نشوفه، لان احنا مؤمنين بانه ممكن يختفي، ممكن الكون ده كله ده يختفي عندما يقول له كن فيكون، بس مش عايزين. احنا قاعدين في الدنيا وقاعدين نتمتع بنعم الله علينا. انك انت الوهاب.